الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها المشاهد الكريم في حلقه جديده من هذه السلسله في المتصله بالتدبر في معاني القران الكريم والتامل في هدايات الله عز وجل في قرانه الكريم. آه التي جعل, جعل لها هذا العنوان المبارك آه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. آه الله عز وجل قص علينا قصه ذي القرنين. آه هذا الرجل الذي كان ممكنا آه واتاه الله عز وجل من كل شيء سببا ولنا ان نتخيل آه قوه هذا الرجل الذي الممدود بمدد من الله عز وجل والله عز وجل يقول في قرآنه وآتيناه من كل شيء سببا إنا مكّنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا التعبير بمن كل شيء سببا أي أنه قد اجتمعت عنده أسباب القوة جميعا القوة البدنية والعلمية والعقلية وقل ما شئت من أسباب القوة فهي كلها مجتمعة, مجتمعة عنده هذا الرجل طاف مشارق الأرض ومغاربها وحيثما حل خضع له الناس ودان له الناس حكى عنه القرآن حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تقرب في عين حمئة ووجد عندها قوم قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذب عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاءنا الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا هذه اول معالم الحكم الراشد التي نستلهمها من هذه القصه العدل العدل الذي ظهر من ذي القرنين في سياسته المعلنه في تلك الاراضي في مشارق الارض عندما خضع له الناس هناك، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذب عذابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. لن تستقيم احوال احوال الناس في هذه الدنيا الا عندما يقوم هذا الميزان القسط الذي يجعل الذي لا يساوي بين بين المجرم وبين المحسن وبين الظالم وبين الملتزم حدوده فالذي يظلم يعاقب والذي يحسن يجازى على إحسانه إحسانا بهذا تستقيم أحوال الناس أما إذا أصبح المجرم هو الذي يمهد له وهو الذي وهو الذي يكافى ويرقى وبينما المحسن هو الذي يضيق عليه وهو الذي يؤخذ وهكذا تفسد تفسد الاوضاع في الدنيا فهو منهج عدل وقسط اعلنه ذو القرنين عندما قال قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنه وسنقول له من امرنا يسرا آه ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبره القران طوى هنا الكلام سريعا عن الذي لقيه آه ذو القرنين في آه في مطلع الشمس في هناك كان في مغرب الشمس وهنا في مطلع في مطلع الشمس القرآن وجد قوما يعني لا يكادون يجدون ما يستترون به من الشمس إما لأن بلادهم مكشوفة ليس فيها ثمة جبال ولا غابات ولا شيء من ذلك يسترهم من الشمس أو أنهم غير مستترين في أبدانهم من الشمس على كل حال إن كان بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني القران طوى هذ... هنا القصه سريعا قال كذلك وقد احطنا بما لديه خبره لكننا نعلم ان سياسته في... في مطلع الشمس لن تختلف عن سياسته في مغرب الشمس هي هي عدلا و... و... وقسطا هي تلك السياسه المعلنه الاولى لان الصالحين من الناس من امثال ذي القرنين لا تتبدل عندهم هذه المبادئ وهذه القيم بتبدل الزمان والمكان. ثم حكى القرآن عنه من بعد انه حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قوما لا يكادون يفقهون قولا. يصورهم القرآن في صورة اناس متخلفين جدا. في جهل وفي سذاجة وفي تخلف في ضعف شديد وفي خوف شديد خوف من قوم أشرار يخافون شرهم هم يأجوج ومأجوج قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرج على أن تجعل بيننا وبينهم سدا هم يخافون ياجوج وماجوج، يخافون شرهم، يعني واضح ان هؤلاء القوم كانوا في ضعف شديد وواضح ان اولئك الاقوام الذين يخشونهم ياجوج وماجوج كانوا في شر شديد، اناس يعيثون في الارض فسادا، تقتيلا وتخريبا وهكذا، فهم يخافونهم، فطلبوا من ذي القرنين ان يجعل بينهم وبين اولئك الذين يخشونهم حاجزا سدا لكن السذاجه تظهر في قولهم فهل نجعل لك خرجا يعني نجعل لك جعلا من مال نعطيك شيئا نجمع لك مالا نعطيك اياه نظيره في مقابل ان تبلي لنا ما يحول بيننا وبينهم السذاجه تظهر في هذا القول لأنهم يرون رجلا اجتمعت فيه كل مظاهر القوة والتمكين والمنعة فيطلبوا له نجعل لك خرجا نجمع لك مالا هذا يؤكد ما وصفهم القرآن به أنهم لا يكادون يفقهون قولا فذو القرنين قال لهم قال ما مكنني فيه ربي خير يعني لست في حاجة الى هذا الذي تنوون فعله من جمع لمال يكون جُعلًا يكون جُعلًا لي. قال ما مكّني فيه ربي خير فأعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما. اعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما. هذه هذا معلم اخر من معالم الحكم الراشد آه ان ذا القرنين يطلب منهم الان المشاركه. يطلب منهم معاونته على ما هم فيه من ضعف ومن تخلف ومن جهل ومن سذاجه لكن مع ذلك كله يطلب منهم المشاركه الحكم الراشد هو الحكم الذي يجعل الجميع على اختلاف مستوياتهم يشاركون فهذه واحده من معالم الحكم الراشد ان تكون فيه مساحه للمشاركه كبيره الحكم الذي يكون فيه فئه محدوده من الناس هي التي تعمل وهي التي تنجز والاخرون متفرجون هذا حكم على غير طريق الرشاد. فالحكم الراشد هو الحكم الذي يشارك فيه الجميع كل بما يستطيع ولن يعدم احد من الناس ما يقدمه يعني مهما كان الانسان في حال بائس من الضعف او من العلم او من الفقر عنده ما يقدمه فذو القرنين كان نموذجا للقائد القائد الذي يحرك طاقات الناس وهذا هو القائد الناجح الذي يستطيع ان يحرك الطاقات ويوظف القدرات مهما كانت ضئيله او مهما كانت ضعيفه ويمضي بها نحو تحقيق الغايات فذو القرنين قال لهم اعينوني بقوه أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين بين ال... بين الجانبين يعني أو بين السدين أو بين الحاجزين ردم ذلك كله حتى إذا ساوى بين السد... حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرة يعني المرحلة الأولى هي مرحلة جمع قطع الحديد يتراكم بعضه فوق بعض إلى أن يملأ الممر الذي يمكن أن يعبر منه يأجوج ومأجوج فلما بلغ ذلك الحديد المتراكم بعضه فوق بعض مبلغ أنه سد المسد تماما وساو بين الصدفين قال قال انفخوا حتى إذا جعله نارا يعني عملية صهر للحديد يعني أن يبلغ الحديد درجة الانصهار بالنار. ف... فلما بلغ هذه الدرجة من الانصهار قال آتوني أفرغ عليه قطرة أي نحاسًا مذابًا. القطر هو النحاس المذاب. والعلم الحديث الآن أكد هذا الحديث. أكد أن أن الحديد إذا بلغ درجة الانصهار فأضيف إليه نحاسًا مذابًا فتخلل النحاس المذاب اجزاء الحديد المنصهر هذا الشيء يجعل الحديد اكثر تماسكا واكثر صلابه هذا مقرر في في العلم الحديث وهذا يدل على ان القرآن يعطي للناس اشارات اشارات يعني ينبغي على المسلمين ان يكونوا احرص الناس على هذه العلوم الكونيه وعلى العلوم التطبيقيه فيمضوا في هذا الباب باشارات القرآن هذه فقام هذا السد المنيع سد صهر فيه الحديد، واضيف اليه النحاس المذاب فكان في غايه الصلابه وفي غايه التماسك عبر القران عن صلابه ذلك السد وعن قوته وعن منعته، قال: فما استطاعوا اي ياجوج وماجوج، فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نغبة يعني ما استطاعوا أن يعتلوا من فوق وما استطاعوا أن يحدثوا فيه شيئا من نغب ما استطاعوا أن يعتلوا من فوق لشدة ارتفاعه لعلوه الشديد ولملاسته كذلك وما استطاعوا أن يحدثوا فيه نغبة لقوته الشديدة ولصلابته الشديدة فقام هذا السد المنيع قال هذا رحمة من ربي هذا ذو القرنين بعد أن رأى إنجازه الضخم ورأى السد المنيع الذي لا يستطاع أن يعتلى ولا يستطاع أن يخترق فلما رأى هذا الإنجاز الضخم العظيم ما غرته نفسه قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقاً إذا جاء وعد ربي، يعني هذا الذي ترونه من القوة ومن المنعة، إذا جاء وعد ربي جعله دكّاء، وكان وعد ربي حقا، هنا تتصل القوة بالإيمان. دائما المفارقة بين القوة والإيمان، يعني كأنما القوة تجعل الإنسان، هذه من المناهج المنحرفة جدا، يعني أن الإنسان احتاج إلى الله عندما كان ضعيفا. عندما كان جاهلا حتى اذا تعلم وتفتح وهكذا استغنى عن الله كان كان العلم يعمي البصيره يعني الانسان كلما زاد علما اقترب من الايمان بالله فذو القرنين الذي مكن الله له هذا التمكين واتاه هذا العلم والقوه والسلطان كان كان عالما بالله ولذلك كان يخشى الله عز وجل، كان عبدا لله مخبتا من الصالحين. هذا المنهج الذي وضعه ذو القرنين هو المنهج الذي يقوم عليه الحكم الراشد، يقوم على العدل، يقوم على القسط، يقوم على حمايه المستضعفين آه وعلى نصره المظلوم، يقوم على استخدام العلم وتوظيف العلم في في فيما ينفع الناس، يقوم على ربط الناس باصول الايمان آه فتصبح الحضاره حضارة متصلة بحقيقة الإيمان، ليست حضارة مادية منقطعة عن خالقها سبحانه وتعالى، وإنما حضارة تؤكد قدرة الله عز وجل فتجعل الناس يخضعون له سبحانه ويؤمنون ويؤمنون به، هذه كلها معالم ظهرت في تلك القصة تؤكد حقيقة هدايات القرآن في هذا الباب، باب الحكم الراشد الذي يقوم على هدي من الله عز وجل. فالقرآن كما عرض نموذج فرعون ونموذج صاحب ابراهيم عليه السلام الذي غره ملكه فقال انا اوحي واميت وقال ما قال يعرض الان صوره مختلفه حتى لا يظن الناس ان ان القوه والسلطه لا تكون الا لكافر او لا تكون الا لمستبد او لا تكون الا لظالم يمكن ان تجتمع السلطه عند المؤمن المخبت لله عز وجل ال الذي يطيع ربه سبحانه فهذا هذا هو النموذج المشرق لاجتماع السلطان والقران واجتماع القوه والايمان. الله نسال ان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان ينفعنا بالقران وبما فيه من الايات والذكر الحكيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.